يعطيكم العافية حبايبي، شو أخباركم؟ الحمد لله. قديش وزن كاسة هاي المي؟ 100 جرام 1 لتر يمكن نص لتر 4 جرام 4 لترز. طيب المشكلة في الحياة مش قديش الوزن، لو حملت هاي الكاسة دقيقة إيدي ما هتتعب، لو حملتها نص ساعة إيدي هتتعب شوي، لو حملتها كل اليوم هيك إيدي شو راح يصير فيها؟ راح تتعب كتير. وهذه في الدنيا الاسترس، قديش يكون عندك استرس مش مشكلة، المهم قديش انت بتحمل هذا الاسترس في جسمك، قديش بتحمله في دماغك. فإذا بتحمله نص ساعة وبتكبه خلاص انتهى الاسترس، انت بتعيش حياة مبسوطة. بس إذا بتحمله طول عمرك وبتضلك حامله راح ايش؟ تتعب كتير. فشو راح نسوي بالاسترس؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل